انتقد خبير المعاملات المالية الإسلامية الفقيه سلم والسيد المصطفى النظام الربوي الذي تقوم عليه البنوك التقليدية والذي بات يهدد الوضع الاقتصادي العالمي، مطالبا الطلاب ودارسي الشريعة الإسلامية والمهتمين بالمجال المالي الإسلامي بتطوير قدراتهم في فهم الواقع الاقتصادي عبر إتقان الأدوات المعاصرة للعمل المالي، بوصفها جزءا هاما من فقه الواقع الذي يتطلب من الفقيه إدراكه بشكل أعمق حتى يقدم رؤية شرعية مستوعبة للإشكالات الفقهية بشكل دقيق. لأفلسه، ولذلك التعامل في النظام النقدي ونظام التأمين في الغرب تعامل يقوم على الخيال، لا علاقة له بالواقع. صحيح أن الجناح الصناعية والجناح الزراعية والجناح الحيوانية وجناح الخدمات أو هذه الركائز الاقتصادية ركائز تعمل باستمرار، لكنها تعمل على ركائز خيالية وفوضوية وأرقام ضوئية، فيحصلون لهؤلاء بهذه الركائز ركائز الاقتصاد الدولي يحصلون لها من السيولة ومن الأموال ومن تنقيد السلع، جعل السلعة نقدا، ومن الثقة ومن فتح الذمم ما تتحرك به. واعتبر والسيد المصطفى أن المستقبل الاقتصادي سيكون لصالح ما تقدمه الشريعة الإسلامية من ضمانات منصفة وعادلة في المجال المالي، خصوصا إذا تمكن المسلمون من إحسان فقههم للمبادئ الاقتصادية وخدمتها بالمناهج المعاصرة على ضوء التجارب الإنسانية في المجال، وما تعرفه من ثغرات واختلال تعالجه الشريعة بنهجها القويم الذي يحافظ على مصالح الجميع في عدل وإنصاف. تستطيعون أن تتحققوا من هذه القواعد إذا أدركتم أن المعاملات يقتصر فسادها على أوصاف الأربعة، أما غير ذلك من المعاملات فهو معاملات شرعية للتنمية وللتدبير ولتوسيع الثروة. إذا خلت المعاملة من الربا، وخلت المعاملة من الغرر، وخلت المعاملة من الجهالة، وخلت المعاملة من أن تكون معقودة على محرم أو وسيلة إلى محرم، كانت معاملة صحيحة. فقط أربعة أوصاف إذا خلت منها المعاملة كانت معاملة صحيحة. جاءت تصريحات والسيد المصطفى في ندوة فكرية نظمها طلبة شعبة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ضمن النشاط الطلابي الهادف لتكميل النواحي الأكاديمية بالتركيز على إشكالات أبعد تأثيرا وعمقا مما تتطرق إليه المحاور الدراسية المقررة على الطلاب عبر استنطاق الخبراء ومن لهم معاناة علمية تتركز حول إشكالات فقهية وواقعية محددة.